اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من الجزائر لنطمن عشان نطمن من خلاله على كل الترتيبات والاستعدادات الاخيره قبل مباراه النهارده الهامه امام وفاق ستيف. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، كلنا سامعينك، عايزين نطمن خلالك على كل الاستعدادات والترتيبات الاخيره قبل مباراه اليوم الهام امام وفاق ستيف، وايه ابرز الامور والاحداث عندك من خلال متابعتك؟ يعني نقدر نقول خلاص خطوة بسيطة جدا تفصلنا إن شاء الله عن الحلم الكبير كالعادة طبعا وهي البطولة الأفريقية والمباراة النهائية إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق للفريق النادي الأهلي في هذه المباراة، جدية وحماس وإصرار الحقيقة زميلي أمير في خلال الأيام الماضية ومن خلال التدريبات مديانا مردود ومديانا طبع كبير جدا إن في فصل ووعي كبير جدا عن المباراة الأولى والمباراة الثانية، وده الأكيد اللي بيهم كل جمهور النادي الأهلي اللي بيبقى حاول يطمن من خلال شاشة قناة النادي الأهلي على الحالة المعنوية لدى لعيبة النادي الأهلي. بنطمن كل جمهورنا إن شاء الله التوفيق لو معانا إن شاء الله النهاردة نقدر إن احنا نحقق نتيجة كبيرة كما كانت النتيجة الأولى، لأن الجدية اللي احنا بنأكد عليها في كل التدريبات إن شاء الله بإذن الله يكون مردودها كبير جدا في 90 دقيقة مليئة بأكيد بجمهور وفاق ستيف، مليئة طبعا بالضغط العادي للمباراة. لكن النادي الأهلي وبيتسو موسيماني كعادته طبعا المدير الفني ومجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب الكل طبعا بيأكد على هذا الأمر، مباراة جديدة بنتيجة جديدة بدوافع جديدة، فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. كالعادة طبعا يا أمير متواجدين مع بعثة الفريق للنادي الأهلي في فندق الإقامة، أقدر أقول لك في هذه اللحظات هي المحاضرة الفنية الأخيرة لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الأهلي كالعادة طبعا لوضع الرتوش والتشكيل وكل الأمور الخاصة طبعا وثغرات ونقاط القوة والضعف لفريق وفاق ستيف. تدريب الأمس كان جيد جدا الحقيقة، وبان التحدي الكبير وبانت الرغبة الكبيرة جدا مع لاعبي النادي الأهلي. 6 مساء بتوقيت الجزائر نتوجه مباشرة إلى ملعب 5 جويلية طبعا ليستقبل المباراة في 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهرة. الأمور طيبة جدا حتى هذه اللحظة، لكن إن شاء الله لسه كمان منتظرين تحركنا من فندق الإقامة، الطريق، الأمور دي كلها، وجودنا، دخولنا الأماكن الخاصة طبعا بلاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله كمان يعني من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلالك يا أمير إن شاء الله بإذن الله نطمن كل جمهورنا حتى موعد المباراة بالجاهزية الخاصة للملعب ومدى أيضا كمان استعداد فريق النادي الأهلي لهذه المباراة. ان شاء الله يا كريم. انا عايز اطمن من خلالك على 2 من لعيبه النادي الاهلي، عايز اطمن على محمد عبد المنعم، الراجل لسه راجع من الاصابه، مدى جاهزيته لمباراه اليوم، وعايز اطمن على حمدي فتحي ومدى ايضا جاهزيته لمباراه اليوم بعد ما عرفنا ان كان عنده شكوى من الام في الحوض يعني. فالاثنين جاهزين للمباراه النهارده ولا الامور ماشيه ازاي؟ يعني طبعا حمدي فتحي هبدا معاك فيه في البدايه. جاهزيه حمدي فتحي يمكن اعلنت امس بالنسبه للتدريب الاداء كامل بكل جديه وبكل قوه. حمدي فتحي من اللعيبه المقاتلين الحقيقه واللعيبه اللي رجاله بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا، لان قيمه النادي الاهلي كبيره مهما كان الضغط ومهما كانت التحديات، لكن هم دول رجاله النادي الاهلي اللي احنا بنراهن عليهم. حمدي فتحي بيعلن جاهزيته بكل قوه ان شاء الله لهذه المباراه، الدفع من عدو ان هو يكون متواجد في التشكيل هي كالعاده طبعا رؤيه فنيه لبيتسو موسيماني. على الجانب الاخر منعم بيؤدي اداء الاعلى مستوى الحقيقه منذ هنا الى الجزائر من اول تدريب الحقيقه، جاهز بشكل كبير جدا، عنده تحدي كبير، ومن الواضح كمان يا امير طبعا ان هو ممكن يكون متواجد بنسبه كبيره جدا في التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه بيتسو موسيماني هذه المباراه. الكل جاهز والتضحيات موجوده والرغبه موجوده زي ما بقول لك يا امير، هي بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى لو معانا ان شاء الله في هذه المباراه الامور هتكون سهله بشكل كبير جدا للنادي الاهلي مع الاستعدادات الحقيقه اللي احنا شايفينها ولامسينها منذ اول يوم هنا لينا في الجزائر. يا رب ان شاء الله بعد دعواتك ودعوات كل جمهورنا المنتظر اكيد هذه المباراه تكون نتيجه ايجابيه وتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ولا المباراه النهائيه بقى ان شاء الله يكون ليها حسابات عديده جدا بقى مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع لاعبينا ومع الجهاز الفني. طيب كريم، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري لهذه المباراه، من المتوقع مثلا ومن خلال تواجدك هناك في الجزائر العدد اللي ممكن يحضر من جماهير وفاق ستيف، وايضا العدد اللي ممكن يحضر من الجاليه المصريه الاهلاويه اللي ممكن تكون حابه ان هي تساند وتدعم النادي الاهلي في مباراه اليوم؟ يعني الامور الخاصه طبعا بالدخول للجماهير الخاصه بفريق النادي الاهلي، والجانب الاخر يعني المعامله بالمثل زميلي امير. النادي الاهلي في مصر كان خصص 350 تذكره طبعا لاشقائنا الجزائريين وتحديدا مشجعي نادي وفاق ستيف، فالمعامله بالمثل، مخصص 350 مقعد لجمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر انت عارف يا امير احنا مش متواجدين في ستيف، لو الامور كانت في ستيف كنت اقدر اقول لك ان الاستاد هيكون ممتلئ على الاخر. المتواجدين طبعا في منطقه في العاصمه اسمها استواليه، استواليه دي يمكن مليئه طبعا بمحبي نادي وفاق ستيف، لكن مش زي ما يكون
المكان في صيف كنت ممكن اقدر اقول لك ان الاستاد يكون مكتمل على الاخر. لكن انت عارف يا امير طبعا مهما كان العدد ومهما كانت التحديات النادي الاهلي ممكن الجمهور يكون ليه ايجابي بشكل كبير جدا. الجمهور المنافس النادي الاهلي قيمته كبيره ولعب في اجواء اكتر من كده والهدف وحيد هو ان شاء الله باذن الله ان احنا نصعد هذه المباراه تحت اي ظرف وتحت اي بند. وكمان يمكن الكابتن سعيد عبد الحفيظ اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما اختم معاك زميل امير، عايزين نكمل 11 وده يمكن نقطه مهمه جدا ان احنا مش عايزين نفقد اي حد في هذه المباراه، فلابد يكون في حرص كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي عدم الاعتراض على التحكيم. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مستوعبه بشكل كبير جدا تعليمات موسيماني وايضا كمان تكون الامور بالنسبه لهم طيبه جدا ويكون يوم كل لاعب النهارده في هذه المباراه. طيب كريم انا عارف ان خلاص يعني طبعا التركيز كله في مباراه النهارده وهي الاهم وهي اللي ان شاء الله تاهلنا للمباراه النهائيه، لكن امبارح كان في مباراه اخرى اكيد برضو بتهمنا بما اننا يعني ايه بننافس على نفس البطوله، هي مباراه الوداد وبيترو اتلتيكو. هل كان في متابعه من الجهاز الفني تحديدا، انا بتكلم عن الجهاز الفني، لهذه المباراه ولا تم ارجاء متابعه هذه المباراه من خلال الفيديوهات بعد الانتهاء من مباراه اليوم؟ هي نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلي أمير، لكن بأكد لك إن موعد المباراة طبعا مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو كان موعد تدريب للنادي الأهلي، فيمكن بالتأكيد كانت الأمور طبعا كلها خاصة بالتركيز وخاصة بالجرعة التدريبية وال 60 دقيقة اللي كانت طبعا متاحة لفريق النادي الأهلي اللي أنت عارف التدريب الأخيرة. لكن بيتسو موسيماني محضر بشكل كبير جدا على الجانبين، أنت عارف النتيجة الأولى كانت ليها انطباع كبير جدا إن الوداد هو اللي هيصل للمباراة النهائية، لكن الأمور إن شاء الله بإذن الله نحسم بس الخطوة دي ودي خطوة مهمة جدا، وبعد الخطوة دي يكون في أمور عديدة جدا زي ما اكدت لك يا امير الامور كلها تكون خاصه بمجلس اداره النادي الاهلي، خاصه ايضا كمان بالجهاز الفني باللاعبين، نعدي الخطوه دي ان شاء الله. وفي انتظار الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله غدا صباحا زي ما اعلن الكابتن محمود الخطيب لقرار مهم جدا ان شاء الله منتظرينه من مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه النادي الاهلي بالجزائر مع بعثه الفريق قال لنا كل التفاصيل، وبصراحه الراجل قال كل حاجه جمهور النادي الاهلي عايز يعرفها قبل مباراه النهارده. نتمنى له يا رب العوده بالسلامه هو والبعثه بالكامل معاهم بطاقه التاهل للمباراه النهائيه عشان